أو ما عندهم علم، علم بالملكوت موجود. ولكن حتى أنه لا تخلو أيضا القضية من الروايات الواردة في المقام، أنا أنقل لك بعض الروايات. بعض الروايات في الجزء 26 من البحار صفحة 114، الإخوة اللي يريدون يراجعون روايات قيمة. الرواية الأولى عن الإمام الصادق قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال الإمام الصادق: كشط له عن الأرض ومن عليها، وعن السماء وما فيها، والملك الذي يحملها، والعرش ومن عليه، كل هذا رآه في الملكوت. طب احنا بهذه الأعين الظاهرية نستطيع أن نرى أو لا نستطيع؟ لا لا، له طريق آخر ذاك، هذا الطريق مو الطريق الظاهري. طب هذا كان مختصا بإبراهيم؟ الإمام الصادق يقول: لا، وفعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين صلوات الله عليه. إذن هذه القضية، رؤية الملكوت، لم تكن من مختصات إبراهيم، بل كانت لإبراهيم وللخاتم ولوصي الخاتم. رواية أخرى، الرواية يقول: وكذلك نري، قال: كشط لإبراهيم السماوات السابعة حتى نظر إلى ما فوق العرش، وكشط له الأرض حتى رأى ما في الهواء، وفعل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفعل بالخاتم مثل ذلك. التفت جيدا: وإني لأرى صاحبكم. كناية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان يكنون عنه في ذاك الزمان، زمان تقية. وإني لأرى صاحبكم والأئمة من بعده قد فعل بهم مثل ذلك. إذا القرآن مثبت هذه الحقيقة، بس احنا نجيب